بس وبيشوف كوره من بعيد. الدور ده فرصة قوي، فرصة جدا، فرصة. خالد جضلة اسم كبير في كرة القدم الأهلاوية، اسم لن يسقط من ذاكرة الجماهير الحمراء، فعلى مدار 13 سنة قضاها مع الأهلي كانت له بصمته الكبيرة، فهو لاعب مميز وهداف بمذاق خاص جدا، وكانت أهدافه لها طبعها المعروف بالتسديد القوي المتقن والمميز، وكثيرا ما رسم البسمة على شفاه جمهور الأهلي في مناسبات كثيرة. ومن جمال وروعة تسديداته أطلق عليه شيخ النقاد الرياضيين نجيب المستكاوي لقب ألف ناجيل الصغير، وهناك من أطلق عليه لقب المدفعجي. فما زالت أهدافه في المصري بنهائي كأس مصر أو هدفه النادر في السكة الحديد أو كانونيا ويندي وغيرهم لا تنسى. قدامنا فرصة قوي، فرصة جدا، فرصة. خالد جضلة كان نموذجا للاعب الشيك المميز في الملعب، وشكل دويتو مرعب مع المجري مصطفى عبده لعدة سنوات. جضلة لم يكن مجرد لاعب في وسط الملعب، ولم يكن مسجلا للأهداف فقط، بل كان من صناع الأهداف. ودخل معاه الأزاز وبيلعبها بالعرض الخطير ويحط الجول الأولاني. فكثيرا ما لعب دور المايسترو في الملعب أو موزع الهدايا على زملائه في الملعب. تعالوا نرحب بالفناجيل الصغير في مواجهة خاصة مع مصطفى عبده. أهلا بك كابتن خالد جضلة في المجري. قدامنا فرصة قوي، فرصة جدا.